بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. حبايبي مشاهدي القناة الطبية، أهلا وسهلا بيكو. النهاردة هنتكلم عن بروكتوسيديل. بروكتوسيديل هو أفضل علاج للبواسير. طبعا البواسير تعد من الأمراض التي يعاني منها ناس كتير، تسبب شعور بألم شديد وحكة في الجلد، ويشمل علاج البواسير استخدام بعض الأدوية الموضعية مثل مرهم بروكتوسيديل الذي يخفف من الشعور بالألم ويعالج الالتهابات والحكة الشديدة. أول حاجة هنتكلم عليها بروكتوسيديل. المرهم يتوافر على هيئة مرهم وعلى هيئة لبوس، يحتوي على المادة الفعالة هيدرو كورتيزون وسينكوكاين، يستخدم لتخفيف الألام والحكة والتورم الناتج عن البواسير. ما هي مكونات بروكتوسيديل؟ مرهم بروكتوسيديل لعلاج البواسير يتكون من هيدروكورتيزون وهو يخفف الالتهابات، وسينكوكاين هو مخدر موضعي يخفف الألام، وفراماستين وله تأثير مضاد للبكتيريا، وإسكولين يعمل على زيادة قوة الأوردة والأوعية الدموية، وبالتالي يزيد من قوة انقباض الأوردة مما يقلل من كمية الدم المتراكمة في الأوردة ويقلل ضغط الدم في الأوردة. بروكتوسيدين لبوس يحتوي على هيدروكورتيزون يعمل كمضاد للالتهابات ويخفف من الحكة والتورم، وسينكوكاين يعمل كمخدر موضعي يقلل من الشعور بالألم من خلال تخدير المنطقة بشكل مؤقت. زي ما قلنا يحتوي بروكتوسيديل له شكلين من أشكال الدوائية، مرهم ولبوس. طيب استخداماته: يخفف الألام المصاحبة للبواسير الداخلية والخارجية. تاني حاجة يخفف الالتهابات وتهيج الجلد. تالت حاجة يخفف الحكة الموجودة في منطقة الإصابة اللي هي في فتحة في جوار فتحة الشرج. طيب طريقة استخدامه: بروكتوسيديل مرهم للبواسير، يتم وضع كمية مناسبة من المرهم داخل المستقيم، داخل فتحة المستقيم اللي هي فتحة الشرج، باستخدام الأداة المرفقة معه. بيبقى في أداة مرفقة مع المرهم، بندخل بيها المرهم داخل فتحة المستقيم اللي هو المكان اللي فيه الالتهابات، اللي هو المكان اللي فيه الالتهابات. بالنسبة لطريقة استخدام بروكتوسيديل مرهم للبواسير، يتم وضع كمية مناسبة من المرهم داخل المستقيم باستخدام الأداة المرفقة، وذلك بعد عملية الإخراج. يعني الواحد بعد ما يخش الحمام ويعمل كل اللي في نفسه في الحمام، بعد كده يبتدي بقى يحط المرهم اللي هو بتاع البواسير، طبعا بعد عملية الإخراج وبعد ما يتشطف وكل حاجة. ويستخدم المرهم مرة في الصبح ومرة في الليل، مرة صباحا ومرة مساء. طيب بالنسبة لللبوس، الجرعة المعتادة من اللبوس لبوسة واحدة في الصباح ولبوسة أخرى في المساء. أولا يجب غسل الإيدين قبل وبعد استخدام الدواء، أيضا يجب غسل المنطقة اللي هي حول فتحة الشرج وتجفيفها جيدا قبل استخدام اللبوس أو استخدام المرهم. أيضا يمكن استخدام المرهم داخليا ويمكن استخدامه خارجيا. طيب ايه هي الاعراض الجانبية لبروكتوسيديل؟ قد يسبب بروكتوسيديل بعض الاعراض الجانبية لدى بعض الاشخاص، منها تهيج الجلد، تهيج المنطقة اللي موجودة في فتحة الشرج، الشعور بحرقان، بعد كده حكة جلدية خفيفة. طيب ما هي موانع استعمال بروكتوسيديل؟ اول حاجة الحساسية تجاه مكونات الدواء. يعني حد عنده حساسية تجاه بروكتوسيديل او مكوناته ما ياخدوش.
أيضا لا ينصح باستخدامه في فترة الحمل للسيدات الحوامل. أيضا لا ينصح باستخدامه في فترة الرضاعة للسيدات المرضعات رضاعة طبيعية. أيضا لا ينصح باستخدامه في حالة الالتهابات الفطرية، في ناس عندها فطريات زي التينيا. أيضا لا ينصح باستخدامه لمن يعانون من قصور في وظائف الكبد. أي حد عنده قصور في وظائف الكبد ما يستعملش بروكتوسيديل. طيب بالنسبة للناسور، الناسور ده أيضا مرض في من نفس المنطقة فتحة الشرج. الناسور ده عبارة عن أنبوب غير طبيعي يصل بين فتحة الشرج والمستقيم أو أي جزء آخر من الأمعاء، يظهر نتيجة التهاب موجود في المنطقة دي، يكون ممتلئ بصديد، ده اسمه الناسور. يكون العلاج غالبا جراحي لأن ملوش حل غير ان الأنبوبة اللي هي الغير طبيعية دي تتشال، لأنه طول ما هي موجودة في المنطقة دي وفيها صديد هتسبب بلاوي سودة. ويكون العلاج غالبا بالجراحة، وقد يشمل العلاج استخدام بعض الأدوية مثل مضادات حيوية ومسكنات، لذا قد لا يفيد مرهم بروكتوسيديل لعلاج الناسور، لأن الناسور ده موضوع تاني خالص غير البواسير. الناسور ده حاجة غير طبيعية موجودة في الجسم والتهابه لازم يتشال. أما البواسير ده العروج والأوردة الموجودة في فتحة الشرج وفتحة المستقيم ملتهبة، فاحنا بنحط لها المرهم عشان خاطر الالتهاب اللي فيها يروح. أما الناسور ده لازم يتشال. طيب ما أفضل علاج أو ما أفضل مرهم لعلاج البواسير والشرخ؟ طبعا بروكتوسيديل هو علاج كويس، أيضا في مرهم فاكتو ومرهم بروكتو جيليفينول، أيضا مرهم سيدي بروكت. طب بالنسبة للناسور، المراهم لا تفيد زي ما قلنا في علاج الناسور، لا تفيد في علاج الناسور العصعصي، الأفضل هو الاستئصال الجراحي. طيب بالنسبة لعلاج البواسير، لعلاج البواسير وما صاحبها من آلام وتورمات والتهابات وحكة وحرقان، يجب أن على مريض بالبواسير اتباع الاتي. أول حاجة تناول أطعمة غنية بالألياف. هتقول لي يعني طعام غني بالألياف؟ الفواكه، أي فواكه، برتقال، تفاح، أي فاكهة غنية بالألياف. تاني حاجة الخضروات، كل الخضروات غنية بالألياف، طماطم، خيار، كل الخضروات غنية بالألياف. الحبوب الكاملة، هتقول لي إيه هي الحبوب الكاملة؟ قمح كامل، ذرة شامية كاملة، فول كامل، أي حبوب كاملة هي غنية بالألياف لأنها تساعد في تقليل الإمساك. طيب احنا عرفنا بالنسبة للأكل تناول حاجة غنية بالألياف، ايه الغني بالألياف؟ فواكه طازجة، خضروات طازجة، حبوب كاملة. يعني ما تجيليش في الدقيق الناعم وتاكل العيش الناعم، لا ده انت تاكل اللي هو اللي العيش السن اللي هو فيه الغلاف بتاع الجمح او الشام. طيب بعد كده غير الاكل، الجلوس في حمام من الماء الدافئ، شويه ميه سخنه محطوطين في طشت كده وتقعد فيهم، لان الماء الدافئه دي هتسبب ان الالتهابات في منطقه البواسير في منطقه فتحه الشرج تخف. طبعا كل شويه تقعد في حمام دافئ لفترة على قد ما تقدر تستحمل، كل ما تقعد اكتر كل ما هتلاقي فيه تحسن افضل. تاني حاجة او تالت حاجة استخدام كريمات ومراهم لعلاج البواسير زي بروكتوسيديل اللي احنا بنتكلم عنه. بعد كده تناول مسكنات، المسكنات هتخليك ما تشعرش بالالام اللي موجودة لغاية ما المراهم والحمام الدافي والحاجات دي تعالج الايه التهاب البواسير. طيب
ايه هي الأدوية المسكنة وأدوية علاج البواسير؟ الأدوية المسكنة طبعا دي ممكن تبقى أقراص وهكذا. طيب بالنسبة لبروكتوسيديل نكمل كلام، هو مرهم لعلاج البواسير والحكة الجلدية. طيب بروكتوسيديل هو من المستحضرات المتداولة لمرضى البواسير اللي يعانوا من الأعراض المؤلمة للحكة والآلام وتوتر الجلد والأعراض الأخرى في منطقة الشرج. يظهر مفعول الدواء لو تم استخدامه على هيئة سواء لبوس أو مرهم. هو مضاد للالتهابات، يعمل على تقليل التوتر في الأوعية الدموية في تلك المنطقة على وقادر على تخدير الألم في هذه المنطقة. طيب دواعي الاستعمال لبروكتوسيديل، هناك دواعي استعمال خاصة بالمستحضر بروكتوسيديل وهي استخدامه للعلاج الموضعي لألام البواسير سواء البواسير الداخلية الألام الداخلية أو الخارجية. ثانيا يستخدم لمن يعانون من التهابات في منطقة الشرج أو فطريات أو جروح. طيب بالنسبة لبروكتوسيديل إيه الأثار الجانبية؟ الإحساس بحرقة أو حكة في مكان الإصابة. طيب سعر بروكتوسيديل، سعر بروكتوسيديل في الأسواق المصرية 9 جنيه، ده اللي هو المرهم. أما اللبوس 6.5 جنيه، ربما يزيد السعر أو طبعا ما هو ما بيجلش، ربما يزيد السعر عن ذلك، طبعا هيبقى زيادة إيه بسيطة. لو كملنا كلام عن بروكتوسيديل وهو أفضل علاج للبواسير، فإن بروكتوسيديل هو مرهم ولبوس، ويتواجد الدواء في شكل مرهم ولبوس أو أقماع، ويتم استخدامه في علاج البواسير والحكة الناتجة عن البواسير والالتهابات وتسكين الألم الناتج عن البواسير. المادة الفعالة هي هيدرو كورتيزون وسين كوكايين. يتكون الدواء من هيدرو كورتيزون، وظيفة المادة تخفيف الألم والتخلص من الالتهابات، سين كوكايين وهذه المادة مسؤولة عن تسكين الألم وهي مخدر للمنطقة المصابة، وفريستين وهي مادة دورها مكافحة البكتيريا ومنع حدوث الالتهابات، وإسكولين هذه المادة مسؤولة عن زيادة قوة الأوعية الدموية وتقليل الضغط الواقع من الدم على جدران الأوعية الدموية، بالتالي منع حدوث النزيف أو تراكم الدم على الأوردة وجدرانها من خلال تحسين الدورة الدموية. أيضا دواعي استعمال بروكتوسيديل يستعمل لتخفيف التورم الناتج عن مرض البواسير، ويخفف الألام الخارجية والداخلية، ويمنع الشعور بالحكة الناتجة عن مرض البواسير، ويمنع الإصابة بالبكتيريا أو التهابات الناتجة عن البكتيريا. طريقة استعماله زي ما قلنا، يفضل استخدام الكريم مرتين في اليوم صباحا ومساء. طبعا ما يستخدموش إلا بعد عملية الإخراج مباشرة، تخش الحمام وتظبط نفسك وتشطف وبعد كده، لكن ما تجيش بعد كده بعد ما تحط الكريم ولا المرهم بخمس دقائق تقول لي هخش الحمام هعمل حمام، ما ينفعش، يبقى كده وجالك انك خدت حاجة ولا كأنك حطيت دواء. ويتم ارفاق مع الكريم اداة تسهل عملية دهن المرهم من داخل فتحة المستقيم بالكريم، ويجب الحرص عن ان يتم استخدام الكريم استخدام شخصي من قبل فرد واحد فقط، مش العيلة كلها تستخدمه، لا كل واحد ليه انبوبة بتاعته، لان ممكن الالتهابات دي تبقى معدية. ويتم غسل اليدين جيدا لان المنطقة دي بيبقى فيها كازورات، ولازم ان يتم غسل اليدين جيدا وغسل فتحة الشرج جيدا. اما في حالة استخدام اللبوس برضو يجب ان يكون بعد عملية الاخراج، مش بعد ما تاخد اللبوس دقيقتين تقول اخش الحمام يبقى عملنا ايه. تمام. اما في حالة استخدام اللبوس يتم غسل اليدين قبل الاستعمال ووضع اللبوس داخل المستقيم، وطبعا هتكون دخلت الحمام قبل كده وعملت حمام واتشطفت وكل حاجة. طيب
الآثار الجانبية قلنا يحدث حكة أو حرقان. موانع استعمال بروكتوسيديل الحساسية لمكونات الدواء أو بدون استشارة الطبيب، أو إذا كانت الالتهابات فيها فطريات، أو إذا كان المريض يعاني من مشاكل في الكبد أو القلب. طبعا النسور زي ما قلنا يحتاج النسور لمضادات حيوية، لا ويحتاج ان هو يتشال في عملية جراحية، والمسكنات القوية برضو يحتاجها النسور، فهو عبارة عن أنبوبة مليئة بالصديد، لذا فإن هذا الدواء اللي هو بروكتوسيديل ما بيأثرش في النسور. في نهاية الفيديو أشكر حضراتكم، والرجاء أن تكونوا قد استفدتم. الرجاء الاشتراك في القناة وضغط لايك وعمل شير للفيديو على حسابكم على الفيس. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.